العداله الانتقاليه ومن الحاجات القلال اللي شاطر فيها الراي الرئيس السابق سيد منصف المرزوقي لما قال تاثير العداله الانتقاليه على الانتقال الديمقراطي يلزموا سخون. ما صارش في عام ونص تسعة وفما ملفات ثقيلة الدولة والقضاء الناس كل عايزوا على حلانه نتما حكاية الاختلالات السياسية الشهيدين البراهمي وبالعيد ملفات تعلم تنسي الشغل تعلم طلبة تونس النساء الديمقراطيات ربية تنسي حقوق الإنسان تهميش القصرين ملفات القضاة هذاك عز القضاة وهرسة القضاة وانقلاب على جمعية القضاة جمعيتنا الأصلية هذوما باش ينجموا يحلوه ومعاه يلزم إصلاحات المؤسسات ويلزم رابور فينال وحفظ الذاكرة هذوما الكل باش يقدوها الدولة التونسية بجميع فروخها بالقضاء بالبرلمان بهيئاتها المستقلة عادة استثناء ولا اثنين يكون الانتخابات هي الانتخابات يكون استثناء نوعا ما أما بكلها سلسلة من الفشل تقريبا كل هيئات والمؤسسات فاشلة البرلمان شنو هو القوانين الهامة اللي قدهم ولا نجح فيهم شنو اللي قلت فيه؟ على الأقل فيما هو من القضاء أنا المجلس الأعلى شفته قداش قعدنا فيه ثلاثة مرات مشي المحكمة الدستورية الوقتية التنزيل القضاء الدستوري كيري هو اختصاصي اللي من الدستور بشي هبطوه بشي نزلوه في القوانين اللي طوام هبطش المجلس الوطني التأسيسي تعهد في الفصل 22 من الدستور الصغير كونه بشي يعمل إصلاحات في القضاء الإداري لم يفعل شيئا طوى سيدي من عام 11 واللي ناشي حرار شكون يحكم فينا اللي كلمنا نجم دولو عيني تحسنش القضاء دي كارثة كارثة خلي كمان لك الكارثة الأخرى خلي المواطنين العباد اللي في السجون اللي مش محاكمين أكثر من نحكم عليهم كيس كيسا بديت قبلي كاشرنا له في الأوف أنا وسيادتك اللي لهنا عنا قضاء بسرعتين يجيسها دو فيتاس اللي من العيان دون فاسون دون نوتر عنده دبار العقاب ما يكونش كبير برشا هنا انا نجم نقول تو وزير تو في العدل ينجم يدخل في ملف يموت مسكين انتحار لي دونك هانا وحدنا وهانا احرار شعملنا بها الحريه واكثر من 300 ملف وتحالوا نوتامون تاع الفساد السياسي والمالي خاصه لا تي سي او تاع الاعلام اللي فزت الاعلام اللي دافوا عليه تو اكثر من 300 ملف موثقه ونعرف لجنه فتح عمر الله يرحمه موثقه صوره صوتا وكتابة فينهم ملفات خمس سنين هما رقدي أنا خسرت مثلا وظيفة رئاسة المحكمة الإدارية ومنصب الجيجون أنا فوتر مارست قناعاتي وهذيك هي النقابة العمل النقابي أنا زوز ملفات اللي ثوروني اللي معني عابد يعمل يعرف شوية قانون نعطيك زوز وصول تلقى الخور وما تكلموش ويخرجوا يدافعوا عليه ملف القروان متاع المثليين الناس زادوا لبزولهم عقوبة تكميلية متاع الفصل 5 المجلة الجزائية ألور كل القانون يمنع القانون كيقول لك تعمل جناية ولا جنحة ما تنجم تعمل عقوبة تكميلية إلا إذا الجنحة ذيك خولت لك ذلك وسكتين وحتى عاد مش بد عليها وحكاية توزر شنو تنافس هو في الشيف دي بوست يوقفوا والحال ولا كله خوار الملف نعطيك حاجة أخرى هي تتبعوها لخاطر مخالفة 315 جزائي مخالفة 15 يوم حبس 85 المجلة الجزائية يقول لك لا يمكن لإيقاف وقتيا ولا تحفظيا عبد قام مخالف إذا كان قدام هذا وتخرج وتبرر سامحني أنا قاضي كي يجتهد وقابل للنقاش على ليميت نقول اجتهاده أما كي بونت ورجو شدد بيدو كي متعر التيريوري كونتر إيرلندا وتقول لي بونت وقول لك سامحني أنا في الفيفا نخرجك ولو رئيس الفيفا فاسد هو كيما جامعة تونس كرة القدم الشيء مربوط ببعضه لو حسمت العدالة التقليدية في هذه الملفات هذا المكثرة تدعو على الإسلام فتح مر الفساد المالي والإداري ومتاع العوائل العموميين يتلاحقوا نتيجة 94-96 مجلة جزائية رانا ما وصلناش الملفات الحقيقة والكرامة دونك عجز القضاء التقليدي مشى العدالة لهاية الحقيقة والكرامة اللي هي مش بالضرورة موضوعيا عاجزة الاقتصاد عنده كونسير في وسط حشاك اللي هو الفساد والفساد بما فيه جزء منه هي الاقتصاد غير المنظم أنا توا مقتنع اللي الحرب توا الحرب ضد الفساد يا إما دولة القانون وما دولة الفساد وهذاك علاش ما يبرروا كون قاعدين نحن كقضاة ومجتمع مدني نعملوا حزام حول السي شوقي الطبيب ونخدموا معه ونكولابور دون سو سونس لا وإن شاء الله أون أفونس عندنا أون كلاس دو بوليتيك توا كي ديريج ملي بدات تصور احنا رئيس الجمهورية الأولاني سي فؤاد المبازا ربي يفضلهولي ملي تولدت أنا في القماطة ويحكم في البلاد وسي الباجي يا اخي سي الباجي يخدم من 56 هو يخدم في الشان العام وفي القصر ويخلص في فما لي جاتري دي بوفار والكرسي ما عادش يلصقوا بالهو ولا بالسكوتش ولا بالفارينه قبل لصقوا التصاور والماء
يلصقوا بالغيره مجبور. كنت نحيله هذايا المؤخره نتاعو الكل تتقلع، دونك يلصق بالغيره يموت، وجل جزء منه ما عادش ينجم يتحرك. نوصلوا نحن احكام قضائيه لا تطبق، وبالدستور يخلفوا الدستور، يعفص على قانون المحكمه الاداريه. اش تحكي انت؟ هذه هيئه دستوريه، هيئه في منظومه دستوريه وقانونيه وباش تحقق العداله وهي لا تطبق العداله. اش تحكي انت؟ شلوم انت؟ واحد عنده برويته ما احترمش عدم يحطها في باب الفله ولا بسيدي البشير تجي تفتقوا، والهيئه اللي تخالف القانون والجامعه التونسيه لكره القدم اللي سخروا لها وسائل عموميه لحمايه من يخالف القانون. اش تحكي انت؟ بالنسبه لي انا الاشكال هي في الناس اللي يحكموا، الناس اللي يحكموا اللي ناس على غال انه ني لا كارو ني لو كاريزي مش مستقلين الدستور، مش فاهمين الثروه، مش فاهمين الثوره. نعطيك اخر مثال بسيط، الامتيازات نتاع النظام السابق الكل من رئيس الجمهوريه الوزراء الولايات حافظوا عليه. جو سوي اوبتيميست بار ناتور، وعمري ما كنت مأيس اللي مواطن تونسي مش بحق الديمقراطيه ويسترجع حريته. عمري ما يسترغب سنه.